اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال وحلقه جديده هنا في القناه. سريعا بس انا هفهمكم محتوى الحلقه وبعد كده هنخش على الجزء العملي. الحلقه فيها جزء كبير متصور في بيوتي سنتر، كل التقنيات اللي هتكلم عنها دلوقتي هوريها لكم بشكل عملي خلال الحلقه، بحيث تفاجئي بقى يعني التحول الفظيع اللي احنا بنشوفه في الممثلات والمطربات ده عباره عن ايه. هي دي فكره الحلقه والخدعة الكبيرة اللي هو ازاي اكون جميلة بدون مكياج. كتير منا كبنات بتسمع دلوقتي عن تقنيات زي المايكرو بليدنج، اللاش ليفتنج او رفع الحواجب، اللي هو تقنيات بتتقال عليها مكياج شبه دائم. هو مش دائم طبعا، شبه دائم. يعني ايه مكياج شبه دائم؟ ازاي ان هي واحدة مثلا في المشاهد اللي احنا شفناها في الافلام والمسلسلات، زي مثلا مشهدين كده كان ترند رمضان اللي فات، اللي هو واحدة عاملة حادثة ازاي يبقى وشها بالروعة دي وشكلها حلو كده. ايوة، في تقنيات بتستخدمها اغلب الممثلات واغلب المشاهير، هي دي السبب اللي بيخلي الوجه شكله جميل بدون مكياج، سواء بقى انت غسلتي وشك وانت صاحية من النوم وهكذا. ده هورجولكم بشكل عملي دلوقتي ان شاء الله في الحلقة دي. بس قبل كل حاجة، لو انتم مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو. في اشهر ثلاث تقنيات او اربع، هم كذا تقنيه بس هقول لكم شويه حاجات سريعا، بعيدا عن طبعا البوتوكس والفيلرز والكريستال بيلينج وكل الحاجات دي احنا هنقولها ان شاء الله هنا بشكل عملي في القناه. بس في تقنيات بتبقى اللي هي بتدي التوريد او شكل حلو للحاجات الاساسيه في وجهك، وهي ثلاث حاجات دلوقتي، يعني ثلاث او اربعه، هي اكتر البيوتي سنترز بالذات بتعملها. يعني انا مثلا على سبيل المثال عملت الاربع حاجات منهم بشكل دوري، جربتهم مرتين، واخر مره اللي هوريها لكم دلوقتي في بيوتي سنتر تاج الحلا، منطقه بشاك شهير اسطنبول، هو موجود وهحط لكم الرابط تحت اللي بيشوف شغلهم ويجربهم. حقيقي روعه، وصراحه اللي انا الحاجات اللي اقولها صراحه جزء عندهم الامانه اللي هي انا محتاجه اقول لكم ازاي تفرقوا، لان ده سؤال هيتسال ازاي افرق بين المايكرو بليدنج الكويس وبين تقنية توريد الشفايف او اللاش ليفتنج الكويسة وهكذا. طيب التقنيات كالاتي، التقنيات اللي دلوقتي موجودة في السوق زي ما بيقولوا هي المايكرو بليدنج، بيتعمل للحواجب وللشفايف. المايكرو بليدنج عبارة عن ان هم بيعملوا زي اللون في اول طبقة، مش زي الوشم، الوشم بيبقى في تاني طبقة او تالت طبقة ولازم يطلع دم وبيبقى دائم ما بيتشالش غير بالليزر. لكن المفروض المايكرو بليدنج الصح بيتعمل بيقعد من 6 شهور لسنة، ساعات ماكسيموم سنة ونص في الحواجب خاصة، وده بيبقى زي نوع من انواع الرسم، بيجي بعد طبعا وقت بيروح وبيتعاد لو انت عايزة او مش عايزة، ده شيء يرجع لك. المايكرو بليدنج طبعا المفروض ان الشغل الحواجب النظيف زي ما بيقولوا بيبقى شعرة 3D، زي او كلهم بيقولوا 3D، يعني بتبقى رسمة شعرة في اماكن الفراغات. طبعا بيناسب جدا البنات اللي بيبقى عندها وراثيا حواجب خفيفه قوي، او لا قدر الله تعرضوا لحادثه وكان في مرض، او بعد العلاج ربنا يعافينا من السرطانات وهكذا. طبعا دي حالات بيبقى لازم حاجه زي كده، وفي حالات تانية لا، الحاجب نفسه شكله مش اظرف حاجه وخفيف، فبيبقى بيفرق جدا في الشكل. المايكرو بليدنج انا بصراحه بشكل شخصي مش ما جربتوش، لان هو بيبقى انسب في الحواجب زي ما قلت الخفيفه اكتر، او اللي فيها فراغات وراثيه او نتيجه حوادث بيبان فيها اكبر نتيجه. الفرق بقى الجوهري بين المايكرو بليدنج الكويس والمايكرو بليدنج الوحش، طبعا ان هي ما يكونش هو وشم وبتقول عليه مايكرو بليدنج، دي نقطه، فانت لازم تتاكدي من النوع ده، ان يكون فعلا الماده بتروح بعد 6 شهور او بعد سنه او سنتين ماكسيموم. النقطة الثالثة ان يكون الادوات والخامات نوع نظيف جدا، وده طبعا ما بتقدريش توصلي له غير لو انت واثقة في الشخص اللي بيعمل لك وفي ضميره وامانته، لان للاسف زي كل المواد زي البوتوكس زي الفيلرز بقى في السوق منتجات كتير جودة اقل رضاءة، او يعني اي حاجة وخلاص ويقول لك اوفر وسعر، فمش منطقي ان يكون سعره اقل من المتوسط او عرضه. الكلام ده في الاغلب بتبقى خامات سيئة وهم بيحقنوا، دي طبعا حاجة مش كويسة ابدا انه بتحقن في البشرة وهكذا. التقنيه الثانيه وهي نفس المايكرو بليدنج بتتعمل في الشفايف، دي اللي انا عملتها، بتدي لون جميل جدا طبيعي لمده 6 شهور تقريبا او سنه ساعات حسب تقبل بشرتك، ودي اللي هوريها لكم دلوقتي.
ودي طبعا على المدى البعيد، يعني دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها وبعملها على طول، اللي هي توريد الشفايف. بيدي شكل فرق رهيب، لان احيانا في ناس كتير وراثيا بتكون شفايفهم بيضه شويه. تاني حاجه طبعا كزوجه وكواحده في البيت بتبقى عايز شكلك يبقى حلو طول الوقت بدون روج او بدون اما تحطي طول الوقت الوان او تنت او كده. الحاجه الثالثه انه طبعا بيدي شكل نضاره كويس جدا، يعني هو اكتر حاجه بتبان في الوش الشفايف لما يبقى فيه كونتراست بتبان الوش هيلثي او صحي اكتر. التقنيه الثالثه وهي دي برضو اشهر حاجه دلوقتي، اللاش ليفتنج او تقنيه رفع الرموش. تقنيه رفع الرموش دي عباره عن ان احنا بنقلب الرموش لفوق، بتفيد جدا الناس اللي رموشهم وراثيا لتحت، زي بالظبط علاج الشعر بيبقى بس بخامات مختلفه للرموش. هتشوفوها دي انا عملتها. مشكله بس رفع الرموش ان هي ممكن لو انت رموشك كويسه قوي مش هيبان فيها، فهي بتحتاج ناس يكونوا اوريدي عندهم موضوع اللي هي الرمش السفلي ده، بتفرق قوي في شكل عينهم، وانها بتتكرر يمكن تكون محتاجه تتكرر كل 3 شهور اكتر شويه، يعني مش كل 6 شهور مش كل سنه، كل 3 شهور بس. الميزه الوحيده ان بتكون فيها جلسه فيتامينات، ففعلا بتاثر في تقل الرموش، يعني لو انت عاملاها مع حد صح وبتقنيات وخامات صح، كل ما تعيدي كل ما تلاقي رموشك بقت اجمل وبقت اتقل. فدي التقنية الثالثة اللي انا هوريها لكم. واخيرا البيبي جلو. البيبي جلو نفس فكرة، هو بيبقى ميكس بين المايكرو وبين المايكرو بليدنج وبين الميزوثيرابي، هي نوع من انواع جلسة للبشرة، وكمان بيحطوا له زي لون خفيف برضو بيروح من خلال 6 شهور او سنة، بتدي زي نوع من انواع لمعان للوجه، والجزء ده يعني زي نضارة اكتر وزي لون اجمل للوجه، اشراقة يعني درجة او درجتين بيفتح. والشكل اللي انتوا شفتوه في التلفزيون ده للممثلات ليه بشرتهم كده بقت تنور كده، غير طبعا انه بيعملوا كريستال بيلينج وفيلرز وبوتكس، بقوا يعملوا كمان تقنيه البيبي جلو اللي هي بتخلي وشك فيه زي البيبي. هو ميكس ميزوثيرابي فيتامينات مع علاج واعاده بعض الالوان للبشره، وطبعا لازم تتعمل بشكل دوري، بنقول من 6 شهور لسنه. انا شايفه ان حاجات زي دي ممكن تبقى باكج ظريفه جدا للعروسه قبل جوازك ب6 شهور، تعملي الحاجات دي طبعا يعني 6 ل3 شهور، يعني من 6 ل3. انا ليه بقول 6؟ عشان ما تجربيش اول مره قبل الزفاف على طول، لعل ان انت تحسي ان مش احسن حاجه المكان ده او هكذا، يعني تبقي عامله مرتين قبل الجواز عشان تكوني عارفه ايه اللي مناسبك او ايه اللي جاب معاكي افضل نتيجه. تعالى اوريكم بقى بشكل عملي الحاجات اللي حكيتها لكم دي، وتشوفوا التقنيه بالظبط بتتعمل ازاي، ويلا بينا. النهارده بقى حاجه جديده تماما تماما، اول مره افرجكم شيء مختلف. ممكن تكونوا كلكم شفتوا الممثلات والنجوم يعني في كده احمرار في شفايفهم وخدودهم بشكل ملفت للنظر، ياسمين صبري، ساره التونسي، الاسامي دي. في بقى تقنيات جديده في التجميل، المكياج شبه الدائم، توريد الشفايف، والبيبي جلو. النهارده هنجربهم وهتشوف نعمل ماسك تنظيف للبشره وشويه حاجات بحيث تبقى البشره مستعده للتقنيه دي، وطبعا الخدود بشكل كامل برضو هيبقى فيها زي نوع من انواع ازاله كل الحاجات، وبدايه الجلسه النتيجه مش فوريه، بتطلع بعد كذا يوم، ولكن بتحسي بفرق كده غريب من اول مره. هنشوف. مستعدين للانطلاق دلوقتي، احنا بنشيل المكياج وتنظيف عميق للبشره عشان لازم يكون ما فيهوش اي الوان تاثر على المواد اللي هتتحط، يعني طبعا بيبقى فيها درجه لون. زي ما انتوا شايفين هو البيبي جلو بيبتدي بخطوتين، اول خطوه بتبقى اعاده ترميم للبشره، بيبقى فيها كولاجين وسيان وشويه فيتامينز عشان وطبعا فيتامين سي وفيتامين اي، وبعدها بنحط اللون، طبعا بيبقى حسب درجه لون بشرتك، ومفروض ان هو يبقى 3 جلسات بس، مره بيدي فرق وبيضل بيدي زي لون البشره حوالي 6 شهور من بعد جلسه اللي تعتبر بيبي جلو. بالنسبة لخطوات توريد الشفايف اوكي او مايكرو بليدنج للشفايف بيبقى كالاتي، طبعا في ناس بتبقى بشرتهم الشفايف نفسها فيها اسوداد او اسمرار، بنبدا الاول ان احنا نعادل اللون او بتعمل خطوه زي تفتيح اللون، سواء بقى الشفتين او الشفه واحده مثلا اغمق من الثانيه، وبعدين من الدرجات دي بنختار اللون.
الالوان في كذا درجه حسب لون بشرتك. هي ممكن تقترح عليكي اقتراح او انت لو بتحبي لون معين. طبعا مش بيبقى باللون ده. اول خطوه الميزوثيرابي هتبقى طبعا بتبقى في ابره معقمه خاصه بيكي. ده الدرمافان اهو، يعني شيء شبيه له بس متخصص في الموضوع ده. وهنبدا بقى طبعا قبلها حرفه، لانه طبعا هو شويه مؤلم بس يعني يحتمل، انا عارفه الالم بتاعه. من هنا بتحط، محدش يخاف، لا هي بس بتنزل الماده وبعدين تبدا تشتغل. والله لا، وجع اقل من توقعي، في اكثر من كده. معقول وجع؟ معقول، انا كنت متخيله اقوى. لا محتمل. المخدر عامل شغل. لا مخدر حلو، انا بيوجعني اكثر من كده. كل ده محتاج اكثر تغذيه من الباقي، بيبان طبعا من فرق البشره. طبعا هنا في مسام واسعه، كمان الميزوثيرابي بالطريقه دي بيقلل المسام الواسعه في المنطقه دي، وبعد كده البشره بتقشر فبيشيل طبقه كمان ميته. وطبعا المواد دي لما بتدخل بشكل مباشر كده بتحفز الجلد انه. انا اول خطوه الميزوثيرابي، طبعا انا وشي متخدر صراحه، البنج عندهم رائع يعني مش حاسه باي الم. هي مش بتحط الابره، بص الماده دي، هو ده اللون تمام اللي هو المفروض يعني تاثيره بيقعد في حدود 6 شهور، بيديكي زي جلو كده، واللي هو البيبي جلو اصلا. وهي دي التقنيه الجديده اللي تقريبا اغلب الممثلات تقريبا في كل العالم بيعملوها، يعني هم بشرتهم مش كده من فراغ. طبعا غير ان الميزوثيرابي بيساعد بيعالج طبعا. انا يعني صراحه كنت معتقده ان الالم اكتر، بس لا الالم ما شاء الله هي مستخدمه بنج كويس قوي، هو عندها نوع خاص فيها. فعلا الالم اقل من تخيلي، الحمار ده طبيعي كده. يعني احنا خلاص حطينا الماده، والمفروض انها تفضل على وشك 12 ساعه طبعا، يعني ما تتعرضيش للشمس تماما. يعني بعد ما تخلصي الجلسه تفضل على طول تطلعي على البيت وتضلي 3 ايام ما تتعرضيش للشمس تماما، ده شيء مهم. وطبعا يعني منطقي احنا لا هنحط ميك اب ولا هنحط اي حاجه بحيث البشره تقفل، لان هي طبعا بتبقى بتسترجع المواد اللي فيها. ودي حاجه طبعا ممكن مثلا عشان الاسئله الذكيه ممكن تكون متوضيه قبل لما تعملي الجلسه بحيث تبقى فاضل صلاتين وبعدين تنامي، او مثلا اول ايام في الدوره عشان ايه الناس بتبقى في ايه اسئله في المنطق وهكذا. دلوقتي احنا هنعمل الشفايف وبعدها الرموش بحيث نبقى عملنا كده كل اشكال المكياج شبه الدائم اللي ممكن كمان تبقى حاجه كويسه للعروسه قبلها ب3 شهور. هنحكي لكم عن الموضوع ده تفصيلي ان شاء الله في حلقه مستقبليه. احنا حطينا الشفايف، انا حتى استغربت الالم قليل، سالتهم قالوا لي لان هم بيستخدموا بنج خاص 40%، عشان كده انا ما حسيتش باي حاجه. ويستخدموا للتوريد، وكمان مايكرو بليدنج للحواجب برضو بيستخدموا 40%. هو مش موجود في اسطنبول، هم بيجيبوه خصوصا للبيوتي سنتر. ده دلوقتي اللي هو للتوريد خلاص الماده، ودي طبعا بتكون حاجه خصيصا بتفتح معقمه. هو الاول بيرسموا رسمه وبعد كده بيعيدوا عليها بحيث هي دي اللي بتاخد شكل التوريد بتاعه الشفايف. هي دلوقتي هتغير الراس، تحط راس تاني عشان يعبي من جوه. وكمان بعد ما بنعمل اول كده، عشان انا التخدير مش قادره اتكلم، وبعد ما بنعمل اول جزء بيبقى فيه زي اعاده. طبعا هو ده مش اللون عشان الناس ما تصدمش، هو بيقشر واللون بعد بيبان بعد 3 لـ4 ايام يمكن اكتر. فطبعا انتوا هتشوفوه، فانتظروا اخر الفيديو. كده شكل بشرتي ووشي في اليوم التاني. انا مش حاطه اي روج، انا عارفه ان انتوا ممكن تكونوا مصدومين، بس هو فعلا هو الشفايف بتعمل كده. بس حاطه زبده كاكاو تقيله عشان هي بتبقى ناشفه جدا بسبب المايكرو بليدنج او توريد الشفايف اللي احنا عملناه.
والمفروض ان كمان يومين هتبدا تقشر البشره، لا تاثيرها اقل يعني مفيش فيها مشاكل خالص، هو بس في زي نشفان كده زي ما بنعمل الديرما رولر بس اشد شويه، والمفروض كمان برضو بعد يومين هتختلف تماما. اللي بداناه انت شفتوا الجزء الاولاني، النهارده هكمل الشفايف دي. النتيجه هو طبعا اهو باين ان هو كانت اللي قبلها كانت تحديد كنا مهتمين بيه، بس هنحتاج الملي وبرضو هنكمل على البشرة. انا يومين دول النهاردة مش نايمة خالص، فمحدش يعلق بقى ايه على تحت عيني، بس دي كده نو فاونديشن نو بيبي كريم، فان شاء الله هنكمل كمان البيبي جلو والميزوثيرابي. فعلا انا حسيت بفرق الايام اللي فاتت وكده الريزلت حلو، بس عشان برضو يبقى شكله بيرفكت هنعمل الجلسه الثانيه. دلوقتي هوريكم الحاجات والخامات اللي بنستخدمها في تقنيه قلب رموش، يعني كمان المفاجاه ان انا هعمل حاجه كنت متحمسه لها بقالي اكتر من سنه، تقنيه جديده وهي تقنيه قلب الرموش. بس هم اللي عندهم المميز هنا في تاج الحلم مش بس قلب رموش، ان كمان بيستخدموا تقنيه صبغ، هنصبغ الرموش وكمان هنديها زي ثلاث طبقات كولاجين وفيتامينز ولوشن وتنظيف للرموش، بحيث ان في الاخر تبقى تغذيه ولون وقلب، يعني تديكي ثلاث حاجات. انت بتعملي كانك عملتي زي تغذيه نفس اللي بيتعمل في الشعر بقى يتعمل دلوقتي للرموش، طبعا بمواد مختلفه، ولكن في الاخر النتيجه بتبقى ان الحاجات دي بتخلي الرموش لونها يبقى غامق وكمان مرفوع لفوق، وكمان على المدى البعيد لو مثلا كل شهر او شهرين بتعملي التقنيه دي بالمدى البعيد بتتقل مع اهتمامك. هنا كنت بصبغها طبعا يعني بتبقى مقلوبه، هنا حطينا لها الكولاجين والفيتامينز وبتتساب وقت وبعد كده دي كانت الجلسه الثانيه لتوريد الشفايف. كانوا خلاص عملنا تعبئه وعملنا تحديد تاني، طبعا باين فرق ان هو قد ايه بقى متغطي. هو طبعا مش بتبقى لي نتيجه، النتيجه زي ما شفتوا بتبقى خفيفه خالص، واحلى حاجه في المكان ده الروقان والاهتمام بالناس، وانا شاكره ليهم جدا اهتمامهم بيا. اتم وعرفتم اكتر عن التقنيات الجديده في التجميل، اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه الحاجات اللي حابين نشرحها اكتر وايه الحاجات اللي حابين نتكلم عنها في التقنيات الجديده للتجميل. وما تنسوش لو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس، واشوفكم على خير. باي باي.